بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معالي الوزير أشرف سلمان، طبعا كباتن مصر كلهم، طبعا بنرحب بيكم ونرحب بالسادة الحضور في العاصمة الإدارية، مستقبل وحلم وأحد أحلام المصريين. يعني بتشرف إن أنا أمثل شركة العاصمة الإدارية في إن إحنا نكون موجودين النهاردة بنساند منتخباتنا الوطنية، منتخباتنا خير ممثل لينا في المحافل الدولية والرياضية اللي دايما بتجمعنا حوالين رايتنا وحوالين عالمنا وتوحدنا دايما. سعيد جدا اننا النهاردة كشركة العاصمة بنقوم بدورنا نحو المجتمع. حضراتكم عارفين كرة القدم هي اكتر لعبة شعبية واكتر لعبة بتسعد المصريين كلهم، ويعني سعيد ان احنا النهارده بنشارك ولو بجزء بسيط في ان احنا بنساند منتخباتنا الوطنيه في ان احنا نوصل الابتسامه للشعب المصري. سعيد النهارده بوجود هذا المحفل الكبير، كباتن مصر الحاليين وكباتن مصر السابقين وكل الاعلاميين من هنا في العاصمه الاداريه. المستقبل زي ما حضراتكم شايفين النهارده الحمد لله بقت واقع. النهارده بنلعب دور كبير في ان احنا بنحاول نسعد المصريين بكل طريقتنا بكل مسؤوليتنا. احنا عندنا مبادرات كتيره، دي احد الحاجات، وبناكد لكل المنتخبات الوطنيه والاستاذ جمال علام ان احنا في ظهرهم واقفين جنبهم عشان نسعد كل المصريين ونشوفهم دايما في يعني احسن البطولات وحايزين على اكبر البطولات، واحنا معاكم دايما. وطبعا في النهايه ما بنساش شركائنا في الرعايه كلهم، اللي بقول لهم يعني احنا كلنا فريق واحد خلف منتخباتنا الوطنيه كلها عشان نوصل لاحسن المحافل الدوليه. بشكر حضراتكم وجودكم تاني، وبشكر طبعا منتخبنا وجوده معانا، ونتمنى ليكم ان شاء الله الانتصار في المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.